سيادة المحافظ بعد يعني إعادة تعديل حدود المحافظة وإن بقى مطار طابة دلوقتي بيتبع محافظة جنوب سيناء، أعتقد ده هيسر كثير جدا طبعا وهيسهل سؤال جميل. جدا إن الناس تبقى عارفة بقى توصل هنا بسهولة. سؤال محترم في مصر في الحقيقة يعني عن أخ شاذلي أخت منا، ده كان بيصير بيداعب فكرنا من 5 سنين. ليه؟ لما الطياره وقعت اولد كل شاشاتنا كانت حمراء يعني ما فيش حد كان بيجي هنا. بدات مساحه ترجع 17 18 شويه لسه برضو طابه محطوط في الخارج، انا بكلمك في مطارات الخارج محظور. ليه؟ لان العمليات اللي بتتم في شمال سيناء والعمليه الشامله اللي كانت 2018 كانت شغاله جوه سيناء، فكانت متخليه الطيارات ما ترضاش تنزل والتامين على الطيارات زاد. ففي الحقيقه طبعا فكرنا وعرضنا الموقف على المسؤولين، وسياده الرئيس طبعا مشكورا امر بدراسه وعملنا دراسه تعديل الحدود مما يؤدي الى دخول المطار في حيز الحدود الاداريه بتاعه جنوب سيناء. دي حاجه. الحاجه الثانيه القريه ايضا راس النقب، واحنا بنعدل الحدود وقعت في نطاق محافظة الجنوب من حظ يعني. ففي الحقيقة طبعا عملنا لها مراسم دخول اللي حكيت لكم عليها طبعا وبنطورها دلوقتي وكده. ده كان بالنسبة أصبحنا دلوقتي مطار طابة بيعامل إنه جنوب سيناء. فلو حد اتكلم على إن في مشاكل في، والحمد لله فيش مشاكل في الشمال، الأمور كويسة، بس علشان مستقبلا في الاحداث اللي هتبقى موجوده بعد كده هذا المطار هو تابع لمحافظه جنوب سيناء وهينزل على كل الخرائط وهينزل على كل الشاشات، هو مطار لمحافظه جنوب سيناء وكان المغزى واستلمناه وعملنا مراسم للمطار ومراسم دخول القريه للمحافظه والحمد لله، وزي ما انتم شايفين الامور ماشيه في اتجاه الصح في اتجاه السليم.